سمعتي قبل شوي، شوف العب بدون سماعه والله افضل. انا كنت البس سماعات انت سماعه تبث يسبب لك ايباد تبث صح؟ سماعه يسبب لك بكره تصير مثل هذاك اللي دخلت معك قزت. بالعكس اسمع صوتك احسن. ترى السماعه يصير زي كذا بعدين مثلهم. ما عليك، خلاص خلاص ببعدها. لا شيلها. الو، ايه الحين كويس؟ اي بس ما اسمعك. ليش انت تبث بجوالك ولا ايفونك؟ جوال بس، ها الصوت كذا خفيف، فهمت شوي. كف يا بندر. بعدين انت قبل شيء ايش تبي بهذا؟ شباب كبسه بالله، ضغط الشاشه ايش تبي به؟ ليش شلتوا مني؟ شال التوب منك يعني بتنحضر كذاب، انا ما سويت شيء. واحد اثنين ثلاث. قعيد وراه لابس حرير، الحرير للبنات. لا هو هذا مو بحرير. اسمع، جبت لك خكري بيركب معنا في يوم الوطن. اقول فارقني بس تقعد تفضحنا. وش فيها منصور؟ نحطه في النص ونصفقه. لا تفضحنا، فكنا من شرك. من بتركب معنا؟ منو منصور؟ تاجي راسك وعمك. منو منصور ال زايد خكري؟ من تقولي خكري؟ ولد تخلط على منصور. منصور رجال مو خكري. انت تقول خكري زي ما تقول منصور. لا منصور خويي صديقي بيركب معي في يوم الوطني. يعني منصور هو؟ اي منصور بيخويني ترى. لا معليش، ريحته مخيسه، ما اركب معك. ريحه من؟ ريحه من؟ ما قد واجهته انت؟ لا كريه الصنان ان يروع. قسم بالله يا منصور انه ريحته ريحه لوشن لا يغرك. لا يغرك انه يعلن العطورات ذا، ريحته تجيب المرض. قسم بالله العظيم ان ريحته، انا اعرف ترى جويتيين يتروشون بثلاث صوابين. خوالي في العضية يتروشون بثلاث صوابين. الصابون الاولى حق تنظيف جسم، الصابون الثانية. تصدق ان عندنا شو اسمه جمس بهبهاني ذا الاحمر، وبعد مخزن بعد، تبيني اخذه بدل تتسن؟ حطه وين تحطه؟ في البايك بتوقف السيارة؟ اي في البايك، هو في البايك كانك عاد تبيني احطه عندك، حطيته. الله يحييك، ابد. عندنا بايك والله، بايك عندنا بايك في سيارتين، باقي سيارة ما في، جيب. البايك حقتك يعني الخاصة؟ ايه فيها دتسني ودتسن ثانية قديمة. ما شاء الله، وسعت يعني؟ خلاص طلع الحين، كلنا البهبهاني كبير، فما ما يصلح تاخذ جنب دتسن، ما يصلح. لا شيل شيل. بنت فاهم على الموضوع. البهبهاني كم موديله؟ 78. خلاص اخذ البابا، انا عدت رحت في اليوم الوطني. انا عدت انت البهبهاني، لانك انت يعني ما شاء الله. لا البهبهاني كبير ما يصلح لي. انا بعد والله ما يصلح لي. انا الدتسن بعدين انا الدتسن من يوم جيت في الدنيا ذي وهي معي قديمة. بعدين وين بنروح؟ اول شيء بنروح البليفارد ندخل في اي بي صديقتنا هذيك. اص انا لاعب عليهم، اقول انا داخل. خلاص ندخل بوليفارد ولا وينترلاند؟ انا اشوف وينترلاند احسن. ها وينترلاند احسن. وش وضعك؟ وينترلاند ما الناس يا تراث يا شباب، غابه كل التلفزيونات كاني اتابع سبيستون. ايه بس ما حد جاي لوينترلاند في التراث، ما في الا انا وانت نمشي بس. ايه يا افهمني، او شيء نروح وينترلاند نحكي في وينترلاند. الساعة كم يعني؟ بعد 12. اها يعني انت قصدك في نفس اليوم نروح لوينترلاند ونروح البوليفارد. الليله نروح وينترلاند الليله. اليوم الاثنين. ايه اليوم الاثنين قدام على الدتسن. على الدتسن ندخل، بعد ما ندخل نحتفل جوا الوينترلاند ونطلع. يصير اذا جت كذا على الساعه 12 وحده الناس تحتفل بالشوارع، بعد 12 خلاص يوم التسييس ونطلع بدت سنه. اي ترى شفت